الأكيد عمي، أنا عملت كل التعليمات، سكرت البواب والشبابيك، بس في مشكلة واحدة، ما في إنترنت اليوم، مشان هيك. ألو؟ ألو؟ عمي أنت معي؟ ماني عم بسمعك منيح. ألو؟ مو معقول؟ تربان، فارس، فلس، فرجيني كل شيء. واو، رد على موبايلك، نحن منروح لحالنا على المدرسة، ليك صارت قريبة علينا كتير. طيب انتبهي على حالك، وانت كمان. يلا. شو حلو هاد. مدام عفوا، بس هدول رجاليات. شو؟ يعني جريمة إذا لبستهم؟ بتجنن. حلوة مو هيك؟ طيب حاضر سيدي. اوف دروف، كمان هالمرة انفكوا ربطات صباطك. ليكي انتي روحي وهلا بالحال. طيب ماشي، رايحة. ايدي ايدي. شكرا، سلمون حبيبي. قلي شو تمنيت لما غمضت عيونك قبل ما تقطع القهوة؟ تمنيت انه ترجع امي وتعيش معنا بهذا البيت. بس هي كيف بدها ترجع لهون؟ يعني هي هلا صارت فوق بالسما مو؟ طيب اذا كان صعب انه امي ترجع تعيش معنا، بلكي شي وحدة بتشبهها بتجي بدالها. هات لشوف، قلي طالعة حلوة بهالطاقية ولا لا؟ أنا بحب الزي الهندي. ماما شو؟ لهالدرجة طالعة بخوف؟ ماما طيب طيب خلص، لا تبكي حبيبي، لا تخاف. ماما وينك؟ لا تبكي، يلا هلأ بتجي أمك. وين أمك؟ شو عم تعمل هون؟ يلا تندرس المدرسة، خلينا نروح أحسن ما يخانقنا الأستاذ قدام رفاقنا كلهم. يلا عجل. لك شو صار لك؟ لحظة اسمعني شوي. ما بدي. لا ما بقدر اشتغل 24 ساعة مثل ما عم قلها. اعطيني هدول. ايه دير بالك، اجتني مهمة جديدة لهيك ما رح كون معك. بدي اياك تكون زلمة ولا تضايق عمتك ابدا. بتفيق الصبح لحالك ماشي؟ شوفي بشو عم تفكر. قلي من وقت ما رجعنا لهلا وانت شارد. شكرا حبيبي. قلي طالعة حلوة بهالطاقية هاي ولا لا؟ انا بحب الزي الهندي. بابا شوفي صاير معك شي؟ اليوم شفت وحدة غير كل العالم. مين هاي؟ شفت ماما بالسوق. قصدك تخيلت هنيك؟ لا لا بابا، انا عن جد شفتها لامي وحكيت معها بالسوق. حبيبي هالشي مستحيل يصير، بتكون وحده بتشبهها. صدقني بابا، كانت هي، شفتها بشارع المدرسه وابتسمت وقت اللي شافتني وما شالت عينها عني. تشبه كتير هالصورة.
كانت أمي، وبالعلامة كانت لابسة التربان وحطت إيدها على شعري وحاكتني كمان. لا حبيبي، ما بيصير. أنت مستحيل أنه تقدر تشوف أمك، ولازم تفهم أنه أمك ماتت. بس يا بابا أنا... خلص بكفي، أنت لساتك صغير كتير وهلأ مستفقد لأمك. بس أنت فيك تعيش مع الذكريات مو مع الوهم. هاي الحقيقة يلي ما فينا نغيرها. أمك بمكان بعيد كتير ومستحيل ترجع لعنا. نحن ما عاد فينا نشوفها. وهذا كله كان بسببي أنا، بسببي. طول بالك بابا، بتعرف عمي هو بيعمل من الحبة قبة دائما. القصة مو هيك. أنا منيحة. إيه صحيح، ضابط الأمن اللي حكيته معه رح يجي لعندي الساعة 8. بوعدك أنا رح ألتزم معه منيح. مبسوط هيك؟ السيدة الست اللي بالغرفة 204 عم تسأل إذا فيك تنتظرها ببهو الفندق، لأنه عم تحكي مكالمة دولية بهالوقت هاد، وأول ما تخلص رح تنزل لعندك لهون فورا. تمام؟ ايه ماما، من اليوم مهمة تحديد المكان بلشت. شو؟ لا 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 لا، ما بدي أقصر بهيك مناسبة. في كتير ناس عملوا هالشغلات بأعراسهم من قبل. ما بدي شيء قديم ومكرر، أنا بدي شيء مختلف كليا، شغلة جديدة تكون. أنا واثقة إنه رح لاقي هالشيء الجديد هون. أكيد ماما، بعرف هالشي كتير منيح. على كل حال صدقيني المكان هون كتير حلو بيجنن. قصدي أنا حابة استكشف هالمدينة أكتر، بدي مثل المغامرات. أنا آسف سيدي، المكالمة دولية، لهيك استنى شوي كمان. عن إذنك. المفروض الرجال يجي على الساعة 8، بس أنا واثقة أنه لساته ما وصل. الظاهر أنه هون ما بيلتزموا بالمواعيد. هذا هو المثال للعامل الهندي يلي ما بيجي على الوقت المحدد لإله. بس تعرفي شو؟ الحق معك، أنا لازم أتقيد بالمواعيد. طيب ماما رح سكر، بحبك كتير. شو؟ بالحقيقة نحن موعدنا الساعة 8 والساعة صارت هلأ 9 إلا ربع. صار لي ناطر 3/4 الساعة زيادة. خبر الأنسة توظف حدا تاني غيري. عفوا لحظة بس، استنى ليك الأنسة نازلة، بترجاك لحظة بس. صباح الخير. صباح الخير. عن جد مثل ما أنا توقعت، شكله ما أنه ملتزم بالمرة. الزلمة إجا بالوقت المحدد واستناكي هون 3/4 الساعة، بس لما تأخرتي عصب ومشي من هون. شو؟ بس إجا الوقت؟ إيه. طيب ليش ما خليته يستنى؟ هلأ لوين راح؟ راح من هاي الجهة. لو سمحت أنا ما بقدر أشتغل مع هيك ناس، ما عندهم قيمة للوقت. عفواً لحظة شوي. خلاص ساوي مثل ما قلت لها. شو اسمه هاد؟ رودرا؟
آسفة كتير. أنت رود رامون؟ هاي أنا ميرا. أنا آسفة لأنه خليتك تستنى سيد رودرا، بصراحة ما توقعت إنك تجي على الموعد المحدد، لأنه العادة هيك هون. ألو؟ وين شردت سيد رودرا؟ طيب، أنت منيح؟ حنرجع نبلش من الأول. مرحبا، أنا اسمي ميرا وأنا عن جد آسفة. ليك، أنا خلص اعتذرت منك. شو يعني لازم بوز إيديك مشان تسامحني على تأخير 3/4 ساعة؟ رجال، القصة مو مستاهلة. شو هالرجال هاد؟ أنا كتير بحبك رودرا، أنت عندي بالدنيا كلها. قدرنا أنها نعيش مع بعض، بس أنا وأنت كل العمر. ماما بالسوق، لأنه الاسم اللي رح يضل محفوظ بقلبي هو اسمك أنت يا رودرا. ليش؟ 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 روهيت، هاي المنطقة بتاخد العقل مثل ما توقعتها ومناسبة لعرسنا، وبصراحة عم فكر نضل قاعدين فيها بعد العرس. وفيك كمان تأسس شي لشغلك الخاص بصناعة الأقمشة، بتعرف أجواءها بتجنن، يعني فيها كلها رومانسية وسما صافية وقمر ونجوم، والأحلى لما بتشرق الشمس بالصحراء من بكير كتير، وبالليل هون جو السهر كمان بياخد العقل. ما بدها غير شي سهرة. أنا بعرف إنه بدك يعني سكر تمي، بس تعرف إنه ما فيني لأنه هذا فيديو. أخي رودرا، شبك؟ لساتك عم تفكر بدهراف؟ لا تحملها، بالنهاية هو ولد ومشتاق لأمه، لهيك أكيد هو تهيأ له هالشي. لا مو هيك، أنا كمان شفته، أنا كمان متوهم مثله. بعرف انه نحن لازم نحدد العرس تبعنا بهاليومين، ولبين ما تكون اجيت لهون لوقتها باي. بعرف لازم انهي محادثتي بكلام حلو كتير مثل انا بحبك، مشتقت لك كتير، بس انت بتعرف انه انا بحب دائما كون على طبيعتي، لهيك لازم انك تتعود علي بهالشي. باي. معقول هاي فراشة؟
مو معقول. استني استني، بس هالحكي هاد مستحيل. كيف يعني شفتها؟ فهمني، قلي كيف. عن جد ما بعرف، ما بعرف ليش القدر كان مخبي لي هالشي هاد. القصة كلها باختصار انه من يومين اجتني مهمة لحماية وحدة وطلعت نسخة طبق الأصل عن بارو. ورفضت المهمة؟ ايه اكيد رفضتها اختي، لانه لازم مضي 10 أيام مع وحدة بتشبهها كتير للمرحومة بارو، وهذا بيعني انه عاني بكل لحظة. ما رح اقدر ابدا. وقت اللي شفتها حسيت انه بارو هي اللي واقفة، ورجع لي الامل من جديد. يعني مو ممكن ترجع لي بارفاتي؟ يعني مو ممكن الزمن يرجع هيك فجأة 7 سنين لورا؟ دروف، وينو دروف؟ يمكن عم يلعب تحت مع كويال. هي 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 هي، لحظة شوي، استني بس شوي يا حلوة، لا تروحي. جزدان؟ رودرا براتا برونومات. هالجزدان لألو؟ على أكيد رح رجع له يا بكرة، وهالمرة أكيد ما رح يهرب مني مثل مبارح. لا 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 لا، أنا أسفة ماما. أنت؟ إيه، وشو جابك؟ جاي تقرأ معي؟ شو معك بالشنطة؟ بتتذكري لما قلتلك انه شفت امي مبارح عم تشتري من السوق اللي جنب المدرسة؟ بتذكر وقلتلك وقتها انه هاي بتكون روح امك، شفتها قد ما بتفكر فيها. لا مو صحيح، هاي مو روح امي، لانه اليوم البابا كمان شافها. انا سمعته هو عم يخبر عمتي بهالشي، معناتها اللي شفتها بتكون امي. لكن ليش ما رجعت عالبيت؟ ما بعرف، والمشكلة انه بابا ماله مصدق انه هاي بتكون امي، ولساته مصر كتير انه هاي ما بتكون امي انا. طيب إذا هالمرة ما كانت أمي عن جد، لكن ليش بتشبهها لهالدرجة؟ وليش موجودة هون بالمدينة؟ وإنت شو رح تعمل هلأ؟ شش. بدي قلك سر، بس وعديني بالأول إنه ما تحكي لحدا شو ما صار، ولازم يكون وعدك صادق مو مثل وعدك لأمك وستك. إيه أنا بوعدك، وما رح أحكي لحدا بهالبيت. أوكي، اسمعي. دروف، طلع فيني. آسف لأني ما صدقت كلامك، معك حق، ما كان سوء تفاهم ولا كانت وهم. أنا كمان شفتها اليوم، بس يا دروف هي مو أمك، بس هي فعلا بتشبهها كتير. إيه؟ شوف، بيقولوا إنه بيخلق من شبه 40 بهالعالم، وهي وحدة منهم. عن جد؟ لكن أنا مين بشبه هون؟ سلمان خان؟ إيه، أنت سلمان خان الصغير. يلا عن النوم.
أبي ما عم يصدقني أبداً. بس أنا وياكي منعرف تماماً إنه أنتي أمي وهذا سرنا. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.